الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا انطلق الاجتماع العادي 14 للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلام والأمن بمشاركة المغرب. ويمثل المغرب في هذا الاجتماع الوزاري وفد يترأسه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا السيد محمد عروشي. وخلال هذا اللقاء أبرز الوفد المغربي مخرجات الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، داعيا الدول الإفريقية إلى الاطلاع بدور محوري في جهود مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية. بالفعل شارك المغرب اليوم بأديس أبيبا في الاجتماع الوزاري العادي 14 للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن، حيث شكل تعاظم التهديد الإرهابي بالقارة الإفريقية والتحولات الهامة في استراتيجيات الجماعات الإرهابية أهم محاور هذا الاجتماع. كانت هذه مناسبة بالنسبة لوفد المغرب لإبراز مخرجات الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي المنعقد بمراكش، لا سيما ضرورة معالجة الأسباب الجوهرية لانعدام الأمن والاستقرار والخطر الذي تمثله الجماعات المسلحة والجماعات الانفصالية، والذي من شأنه أن يوفر أرضية خصبة لتنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى. وكذلك ضرورة الاطلاع الدول الإفريقية بدور محوري في جهود مكافحة الإرهاب بالقارة، أخذا بعين الاعتبار حاجيات كل دولة في هذا السياق. وللتذكير فإن هذا الاجتماع ينعقد في سياق التهيئ للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول محاربة الإرهاب وكذلك القضايا الإنسانية، القمة الاستثنائية المزمع عقدها آخر الشهر بمالابو بغينيا الاستوائية. وزراء الدفاع الأفارقة بحثوا توصيات وقرارات الاجتماع السنوي لرؤساء أركان الجيوش بدول الاتحاد الإفريقي الذي سبق هذا الاجتماع. وتناول الاجتماع قضايا السلام والأمن والإرهاب وتعزيز القوة الإفريقية الجاهزة بشأن عمليات دعم السلام. وكان رؤساء الأركان العام قد بحثوا عدة ملفات تشمل التحديات الأمنية في القارة وموضوعات تتعلق بحماية الأطفال في عمليات دعم السلام وتفعيل صندوق السلام وحماية الحدود. أولا، سنقوي التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية الجهوية انطلاقا من أسس جهوية في العمل والدعم الإفريقي. ثانيا، سنضمن تمويلا استباقيا ومستداما لعمليات الدعم المبرمجة من الاتحاد الإفريقي بتفويض من طرف مجلس السلم والأمن. ثالثا، سننشئ قوة إفريقية مجهزة ومدربة وقادرة على التطور بسرعة لقيادة مهام خاصة من أجل ضمان السلم مع قدرة تنقل استراتيجية. خلاصة الحديث، نلتزم بتقوية أداء طاقات الاتحاد الإفريقي وتطوير قدراته في مختلف المجالات، وسنحاول أن نستثمر في طاقاتكم. ويدخل هذا الاجتماع في إطار التحضير للقمة الاستثنائية حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا التي ستنعقد بملابو في قينيا الاستوائية في 28 من الشهر الحالي. تهدف اجتماعات وزراء الدفاع والأمن الأفارقة السنوية إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأفريقية لحلحلة قضايا النزاع والإرهاب في القارة ودعم الاتحاد الإفريقي في مجال السلم والأمن والتكامل القاري. أحمد رياض، ميديا، أديس أبابا.